بلشت طقيت ريكورد. اهلا وسهلا، هذا يعقوب الجميل عندنا اليوم حلقه بودكاست لابس فنيله اي جي اصدقائنا اكسترافا جيمنج ست بلوج بلاي. نعم كولوجن. اليوم اليوم عندنا حلقه ديوانيه ان شاء الله. راح نسولف عن العاب واجد. صد اتوقع صار لنا فتره ملاعبين يعني مو تكلمنا. انا عن نفسي بتكلم عن اللعبتين انا عندي ومنتج انا عندي ثلاثه يعني واحده بس خلصناها اللي بروتستين. لا اقل من ثلاثه اكثر من. اوكي زين يعني لاعب انت. ايه بروتستين ما تحكي عنها من قبل. بلى بس اتوقع الحين طبعت نهائيه يعني اتوقع. اه صدق احنا ما قلنا انك خلصناها. احنا صدق خلصناها قبل عدل شكل خلصوها. انا خلصتها خلصنا طلعنا كل شيء يعني ذبحنا كل شيء خلاص. ايه فانا خلاص طبعت نهائيه عن الانوار مارفل التيميت الاينس اتوقع انه بيشو راح نسولف عنها. اوه هذا صراحه بدي اسمع كلامكم يعني لاني متحمس بس ما ابي اشتريها بروحي. شوف راح نعطيك الزبده ان شاء الله. السؤال الاهم خلو حق الحلقه بس حق تنفع حق اليهال ولا حق الحلقه. اي حد الدوسه هذا احسن يقول انت راح تعرف الجواب باني انا 100%. اي يعني بيشو احسن تست كيس حق اللعبه. اوكي راح اسالك سؤال اصعب، تنفع حق بنات؟ اي اوكي فيه يعني السوبر هيروز الفيميل موجودين كلهم المشهورين يعني اللي يحبونه. هذا البنات عادي يحبون مثل سبايدر مان. لا عادي يعني بس في سبايدر في اللي شيء يعني روستر كبير منوع يعني لو شنو يعني راح يلقون شيء راح يلقون شيء راح يلقون شيء. اوكي خليكم خلاص عموما في شغلتين اول شيء في عندي مو انبوكسنج اللي هو خلينا نقول ريفيل حق شيء زين شنو اوكي ريفيل حق شيء يعني تيزر اوكي راح تشوفه من الحلقه بعد. وفي شيء عجبني امس صار قلت خل اعطيكم ديمو حقي. طبعا امس كان عند ناد ولد اختي زيود طبعا كابتن زيود يبنال هدايا وسوالف. في هديه معينه عجبتني وايد يعني عجبتك انت عجبتني انا حقك انت يعني وعجبتك حقه شوفي بيشوف اوكي هذا بيشو. انا لعبت بعد ذا ماسنجر خلصناها ونزل اكسبانشن ايه الفري مال السمر بشنو ولا هي مو فري ما اتوقع والله ما ادري والله بس تو نزل اكسبانشن ما عجبنا كلش لعبنا خلصنا اللعبه وبس. شنو بعد لعبنا يعني اللعبه الاساسيه تسوى بس ما ادري الاكسبانشن يعني راح اتكلم عنها في البودكاست. تبن لعبتها وايد ما تكلمنا عنها كنا الحين. ايه ولا مره تكلمنا عنها. تبن راح نتكلم عنها ان شاء الله. قاعد العب كاسلفينيا سيركل اوف ذا مون. ايه وايد مستانس. لقيت نسخ الدياسز لحن موجودين عندي ثلاثه. ذاك اليوم عقب الحلقه رحت كان ابطل الكبت واطلع الاغراض القديمه مالتي كلها كان احصلهم كلهم. لقيت الجيم بوي ادفانس شغال، الالعاب موجوده، التخزينات موجوده. بس ايه نسولف بعدين عنها بالحلقه. وات هذا فوتوشوب ولا صدق؟ هذا هدية تجيب لي اياها وتحسفت؟ يعقوب الجفات مو صدق الجفات انا شباب بكم جفات. خلص ايش سوى فيكم زيوت؟ أوقف التسخين خلاص ما يحتاج نكمل. يعقوب أبي شو اسمه ريفيو حق البرودكت هذا بالبودكاست. شنو هذا؟ بيوصل لنا الأغراض. خاف يغرز يمعود لين كسر التاير. عن 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 أنا مو قادر أتكلم ما أدري إيش أشوف. طب ما ليش حمد وقف الفيديو بس شوف تكمل الصدمه العاطفيه اللي حاشته. شوف عيب عيب صدمه عاطفيه. ما ادري ما ادري يبلنا معلومات بس انا راح شوف ابي معلومات اس اي انا اختي شارت لي اياه فانا راح لا انا باخذ لي واحد حقي يعني خل انت يعني وبتصير لك هاورد ومو حقي وما ادري شنو بس يور بالحقيقه تبي حق نفسك بس لا انا باخذ لي واحد حقي اتس ليجيت
قاعد تخيل ناخذ نشتري شوف راح دواليت صاحبنا بالاستردام كل واحد يدش معاه ونشيل الزل نوخرهم شوف في عيب واحد 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 العيب الواحد هذا التاير تراكس ما تتسحك بس طبعا ما جرح يعني امس 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 قعدت انا هم بعد اعطيه تست رن زين ما جرح بس انه تنظيفه شوي مزعج اه اوكي اعطيه تست رن ها عيل بديش التسخين عمياني ما اعرف شلون اسوي درفت اوكي يعني في لرنينج كيرف يعني مو لرنينج كيرف بس يعني تعرف شلون تتوازن فيه هو يشيل 100 كيلو ترى ها يشيل 100 كيلو عموما عموما واحد يساعدني يعني واي ساعدني ما شاء الله انا ابي ابطل هذا الحين انا باكل بطاطا اكل بطاطا تعال طالع اخر السويتشات ولا وين انا هذه ليش تقومني عندها طاوله شكبوها ايش تقومني ليش تقومني عندها طاوله شكبوها هذا ما راح يكون انبوكسينج كامل ولكن اخر اغراضي يعني ريفيل يعني شنو حق البوكس؟ اي شنو راح يكون فيه؟ بس شو الفايدة يعني؟ شي بس تحرم انه شوفوا هذا الكرتون من برا؟ لا لان ناوي اسوي فيديو اكتشوال فيديو انبوكسينج تالي بس برودكشن شوي اعلى. اوكي اوكي. فانا راح استخدم احسن تول في تاريخ المجرة علشان ابطل الكراتين اللي هو مفتاح بيشو. زين طبعا هذا جاي من يونايتد ستيتس. يونايتد ستيتس. طلبت عن طريق موقع يوباي بجربه ولا مرة طلبت منه من قبل ولا اعرف احد طلب منه. و عجبني انك قلت طلبته ما الحين ما قال لي شيء ما ما ندرى الحين زين بس البرودكت الثاني انا طلبته دايركت من امازون قلت خليني اجرب كذي وكذي وخلاص راح ابلش اطلب من امازون دايركت منو صار اول؟ اثنيناتهم وصلوا فرق يوم عن بعض وانا طلبته تقريبا فرق يوم او يومين عن بعض امازون كان شوي اصلا بس عموما اول برودكت وهذا راح اسوي عليه ان شاء الله يعني فيديو تغطية أكثر والله يسلمك طحينا جمارك ممتاز شنو اللي عرفته؟ The struggle is real شنو اللي عرفته؟ هذه اللي تقعد على القرفة صح؟ اي هذا الله يسلمك كيبورد زائد لابورد من كورزير شركة كورزير شركة تسوي اكسسوريز وكيسز حق الكمبيوتر وكذي لا تحركها اي زين اعطيهم حركات نفس لا تخاف هذا مو انبوكس انبوكس يعني هو عموما للاسف بطلوه الجمارك يعني سبقوه اي سبقوني شنو هذا عرفت شلون ففي كيبورد وايرلس واللي هو هالكيبورد الكيس كذي طريقته انا توقعت انه شنو لا الكيبورد الوايرلس يركب بال اللي هو هذا اوكي هذه القاعده الحلو فيه هو هذا ثاني فيرجن اول فيرجن اسمه اللاب دوك كان تقصير النايلون عشان يبين بالتصوير بس 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 هذا مو انبوكسينج انبوكسينج يعني اي ما راح نبطل الكرتون بس النايلون لانه قاعد يعكس ما يخلي يشوف يبين البرودكت هذا اللاب بورد زين تركب الكيبورد هني خلاص تقدر اي وهذا يكون ماوس باد يصير هاي كلها قطعه واحده بالضبط وتحت يكون في مثل ماده اللي ما يزحلق ما تثبت على ريلك ايوه تثبت على ريلك ميموري فوم عرفت شلون؟ ايوه الفيرجن الاول من هذا كان وايرد وكان وايد كبير وكان وايد مو عملي يعني زين في الفيرجن الثاني بس الوايرلس يا اخي انا دائما اضايق منه سالفه انه احط بالي اشحنه او تعال بدل بطاريته او او بطاريته انا ما لازم اجربه زين بس من اللي سمعت عنه انه تطور اوكي بالذات اذا طفيت الار جي بي هو طبعا هذا لون واحد يعني ازرق زين وكيبورد بدون ماوس الماوس الله يسلمك تقدر تستخدم اي وايرلس ماوس تبي او شكلك مستعجل ما توقعت يعني قطعت فيه قطر ها طلبت اللي هو الوايرلس ماوس من كورزير بس طبعا حصلت خوش دين من امازون اللي هو امازون سيرتيفايد ريفيربشت اوكي فهمت اوكي لا مو مستعمل رادين في خلل مصنعي مو شرط خلل مو شرط كان مدود. معروض بمعرض او شيء كذي او يعني انفتح كرتونه ومحس ورد. على حسب طبعا انت وحظك بالريفيربشت ايه. انا صراحه اول مره بجرب بس ريفيربشت العاده ينظفونه يعدلونه اذا في خلل يصلحونه كذي وينباع مره ثانيه بسعر رخيص الماوس هذا ماوس كورزير زين اللي هو دارك كور ار جي بي زين تضبط وايرلس زين بس شنو مشكلته؟ مشكلة من غير كرتون يعني من غير كرتون هذا انزين يعني مو كشخه
اي بس الجهاز الماوس المفروض يكون وايد نظيف يعني انا من اللي قريته بالديسكربشن كان على اساس انه يعني از لايك نيو اوت شوت ف راح ان شاء الله اسوي اكتشوال انبوكسينج طبعا اجين هذا مو الكرتون الاصلي كرتون امزر ريفربشت الماوس حصلته ب 24 مال 25 دولار انزين في فيرجن منه في فيرجن مع وايرلس تشارجنج في من غير وايرلس تشارجنج خليت اللي مع وايرلس تشارجنج اللي بينه وبين الريفربشت نون وايرلس تشارجنج 5 دولار الاكتشوال برايس ماله كنا 60 دولار او شيء كذي فخش دي عرفت شلون ف... يعني تقعد وتلعب بقعد بلعب ابي اثبت لكم ان تقدرون تلعبون بي سي جيمنج فول ماوس كيبورد نو كومبرومايز على الكاوتش على الكاوتش اي سيره من انا شنو سيت اب بالبيت التلفزيون ورا ورا قصدي الديسكتوب ورا التلفزيون كل شغلي وايرلس كنترولر بس ابي العب ماوس كيبورد يا اخي فشنو متوهق ان عندي الاول ان وان يا مثل كيبل هطول او ان استخدم الوايرلس تراك باد كومبو كيبورد اللي مال لوجيتك او مال مايكروسوفت اللي صار مو عمل حق جيمنج مو عملي يعني حتى ما اقدر احطه على على حضني يعني والعب وانا مرتاح ولا عندي حتى مكان استخدم فيه وايرلس ماوس وانا مرتاح فقعدت ادور على الحلول وشفت مال ريزر وصراحه هذا كان هذا كان يعني انا عليه من زمان إيه؟ ايام لما كانت بعد قعدت التلفزيون كذي بس بس انا صارت فرصه اني اشوف قدامي احط سيت اب طاوله مكتب يعني حق كمبيوتر بالبيت ما اقدر إيه. ما عندي السبيس حقه فهذا يعني احسن اوبشن بديل حلو حلو عطنا انطباعات عنه ان شاء الله راح اسوي فيديو انبوكسينج اكتشوال انبوكسينج وان شاء الله راح اسوي ريفيو طبعا اجين هذا الكرتونه مو كرتون الاوفيشال بس لانه سكند يعني ريفربشت عرفت شلون ولكن هم كتجربه مع امازون ان اخذ منهم شغله ريفربشت بس هذا لا هذا براند نيو انزين ايه ترقبوا ان شاء الله حلقة الديوانية ان شاء الله مو هذه الورا حلقة الديوانية راح تكون ان شاء الله طباعات اذا بداني اجهز بس ان شاء الله ان شاء الله النية ان انزل فيديو يكون يلا ان شاء الله اذا قدرت اوكي في برودكشن شوية يعني ان شاء الله ان شاء الله خش انتظروا بس لعبت شيء ثاني انت لعبت هذا بسيارة زيود اي صح خلنا نسجل على ماي طلاب يلا حسين مويانا اسبوع عدو المصاب علاوي غايب بس يعني احنا يلا اوكيش علاوي قاعد يسوي شاخه في الكواليس هل راح نبلش تسجيل يعني الحين يلا yeah.